السلام عليكم خوا، اخوكم سفيان توجو. جبت لكم لحومتي اليوم. هاي حومتي يا جماعه، هاي ليك عزيزه. وهذا ولد ودنا والحراش بلادنا. ها فايح بصح معليش حملوه صافي بليزير كاع يشم فيه. اه صافي بليزير كيشم الواد تاع كيشم الواد تاع حومتي. صافي بليزير فايح الله غالب عملنا بيه. لاموسكي اكبر مسجد في الجزائر نورمال مو اكبر سبيطار نورمال معليش عندنا جامعة اوكي كانك مبروك علينا بخصوص الجامعة لازم لها جامعة لا بيجري هاي لا بيجري استاد استاد لا بيجري اللي جا ليه واللي جا ليه وحقروه هنا يسمح لنا المهم خالتي تما البلاصة باش تعرفوا باش تشوفوا وين انا كي كنت صغير وين كنت صغير المقعنن هذيك انا كنت صغير هاد البلاصة ما كانوش الناس تعرف فيها ما كانش اللي يجي فيها اللي كيما نقولوا حنايا غير وليت سيكتور ليت سيكتور وساعات يكون معروف باش يجي لهنا باسكو هنا كانت واحد ما يدور لهنايا كانوا غير كانوا غير لي دكتور الاطباء اللي يدوروا لهنا كان هذيك عليها كي تشوفوا فيها هذيك كانت شجر هاك عليه توس طوال الشوكه ولا هنا كي تشوفوا الشوكه ولا هنا كانت جهه فيها الشوك ما مشجر جهه فيها الشوك جهه فيها الشجر وهنا كان يرعى المقليل انا اللي كان يرعى كاع هنايا كان يرعى هاد الجهه كاع كان يرعى الشوك ومنها الكاليتوس كان يدخل فيها ويعشش فيها في الكاليتوس كانوا شجر ثاني صغار كان يعشش فيهم وكان هي كما كنت في الغابه هذيك تاع لا فيجري هذيك كان تما يعشش ثاني تاع سقوقو وهذه هي هذه هي حومتي وهذه هي البلاصه اللي جبتكم باش تشوفوها باش تعرفوا منين بديت منين بدات منين بدات الهبال تاع المقعن هذا منين بدا بدا هنا في هذا السيكتور المقعن اللي كان هنا خالتي بزاف واعرين بزاف واعرين والشون الشون الشون تاعهم بزاف 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 حنون وكبرنا معاه كبرنا معاه خالتي وهنا اللي ما كان هنايا وكنا نروحو نصيدو في صابلات دوكا اللي راهي صابلات راهي مونوبري وكذا باباس باباس حنا نعيطو لها حنا كنا نصيدو لتما ثاني كانوا حواش قد الدنيا كنا نصيدو لتما ودوكا ما شاء الله مخدموه راك تشوف الناس يديرو في فوتينغ بالريحه تاع الزيكو شوف راح تجيب روحك هادي يا خاوتي هذا ما كان جولة صغيرة في حومتي باش تشوف منين جيت هذا ما كان منين جيت بديت هنا ونكملها هنايا هكذا وهذه بلادي ابريتو هذه بلادي هكذا ونسال فيها كيما يسال فيها اي وحدة هكذا ما قري عايش في طرونجي مي يا خويا انا نحب ولد الحراش الناس تقول فايح انا نقول لهم والله هذه ريحة زارو بالك هذا انسان ميت كاع والله انا ما المهم خاوتي جوله على الواد هذا ما كان وهم المرفين هم لك هم المرفين اصعب الدراهم هم لك هكذا احباب المهم هذا ماشي موضوع القناة تشوفوا هذا ما كان هكذا خاوتي المهم خوكم سفيان توجور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته